أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عن إطلاق بوليصة التأمين على حساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة لتكون الأول من نوعها في المنطقة. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي لمؤسسة التنظيم العقاري، حيث أوضح الشيخ سلمان أن بوليصة التأمين ستطرحها مؤسسة سويسري للتأمين، مؤكدا أن البوليصة التأمينية ستعزز الثقة في البيئة التنظيمية الجديدة للقطاع العقاري ككل في المملكة. كما أكد الشيخ سلمان بأن هذا الإجراء سيوفر حماية أقوى للمشترين والمستثمرين ويؤمن حقوق جميع الأطراف، وبالتالي سيحسن من إدارة تمويل المطورين العقاريين وفعالية عدد من المؤسسات بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري. ويعد إطلاق البوليصة التأمينية سيتوجب على مطوري مشاريع البيع على الخريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، وذلك باختيار إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع أو تقديم ضمان بنكي أو عن طريق بوليصة التأمين على حساب الضمان. حقيقة سعداء اليوم من إطلاق بوليصة التأمين على حساب الضمان. بوليصة التأمين تأتي من ضمن مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري في إيجاد أفضل الحلول والممارسات على مستوى العالم لتأمين المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ اللي بتعلق البيع على الخارطة. وإحنا وجدنا أن هناك بعض الممارسات تقدمها أفضل الدول بإيجاد بوليصة التأمين على حساب الضمان. والبوليصة اليوم أعلن عنها مع شركة سويسري وجمعية التأمين البحرينية، راح تقدم هذه الخدمة إلى وجود بعد حساب الضمان وجود المبالغ النقدية أو البنك جارنتي. فعند أمام المطور ثلاث خيارات، ممكن الاختيار في أحد هذه الثلاث خيارات. إحنا بالنسبة لنا يعني ذي الخطوة رحبنا فيها من البداية، لأن في الأخير لها يعني مثل ما تقول محور، المحور أن نكون طرف في بادرة جديدة تطمن المستثمر أنه في الأخير بعد التجارب اللي مرت عليه مستقبلاً أن هناك من يحميه، بالذات حماية المستهلك. من جهة ثانية قد تفتح باب عمل لمنتجات مختلفة عن اللي عادة نبيعها، ومثل ذي المنتجات مطلوب فيها خبرة، وهذه إن شاء الله بتكون بادرة جيدة بالنسبة لنا. بس إحنا جداً متفائلين بالمشروع. أصدر مصرف البحرين المركزي تقريراً حول نقاط البيع من خلال عمليات الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي تمت في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر 2018. وقد بيّن التقرير أن عمليات البيع عبر الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم قد حققت مستوىً قياسياً، حيث بلغت قيمة هذه العمليات في ديسمبر الماضي 207 ملايين دينار مقابل 174 مليون دينار خلال ديسمبر من 2017، أي بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017. وبحسب التقرير الجديد، فقد بلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع خلال الفترة من الأول إلى 15 من يناير 2019 فقط حوالي 99 مليون دينار، مسجلا بذلك نسبة أعلى مقارنة مع شهر يناير من العام الماضي. هذا ويعد التقرير وما يتضمنه من بيانات مالية مؤشرا مهما لرصد الجوانب الاقتصادية والحركة التجارية عبر نقاط البيع، مع تنامي الاستخدام لبطاقات الائتمان والخصم التي أكدتها المستويات والنسب التي حققتها عمليات البيع عبر منصات نقاط البيع التي تضمنها التقرير. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. ونواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث انخفض مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.84% مقفلا عند مستوى 1379 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و261 ألف سهم بقيمة إجمالية
تجاوزت 916 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79.15% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع سوق المالية السعودية التي أغلقت عن مستوى 8623 نقطة بارتفاع نسبته 1.35%، حيث عاودت المكاسب بأعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات ونصف. ونتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي أقفل على انخفاض نسبته 0.58% وأغلق عن مستوى 5394 نقطة، وذلك بتأثير من تراجع 11 قطاعا وعلى رأسهم قطاع الطاقة. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدما نسبته 0.61%، وذلك بسبب ارتفاع مؤشر قطاعي السلع الاستهلاكية والتأمين، فيما أقفل سوق دبي المالي متقدما بنسبة 1.23%، وذلك عائد لارتفاع أغلب مؤشرات البورصة. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على انخفاض نسبته 0.15% مع انخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية. قال وزير النقل السعودي نبيل العمودي أن المملكة ستستثمر نحو 135 مليار ريال في قطاع النقل حتى العام 2030. وأضاف العمودي على هامش مؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أن الخطة المتكاملة للسكك الحديدية تستهدف أن يصل الإجمالي إلى 9200 كيلومتر. ومن جانبه قال نائب وزير الطاقة للتعدين في السعودية خالد المديفر على هامش المؤتمر أن المملكة رصدت 15 مليار ريال ميزانية أولية للاستثمار في قطاع التعدين. احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لقائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 89 مليون مسافر في 2018. وأورد تقرير صادر عن مطارات دبي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالعام 2017، وتجاوز مطار دبي مطار هيثرو في لندن لأول مرة باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في العالم عام 2014، وقد حافظ على هذا اللقب منذ ذلك الحين مع وصول طائرات نحو 75 شركة طيران إلى مطار دبي. النشرة الاقتصادية مشاهدينا مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. عملة البيتكوين كاش الإلكترونية تتراجع بنحو 10% مع خسائر ملحوظة في سوق الأصول المشفرة. قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك موليفين أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإغلاق حكومي آخر في حال رفض الكونغرس التعاون معه لتأمين الحدود الجنوبية. وقال موليفيني أن ترامب لا يريد إغلاق الوكالات الفيدرالية مرة أخرى ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية، وأوضح أن ترامب وافق على إعادة فتح الحكومة لمدة 3 أسابيع لمنح الديمقراطيين فرصة للتفاوض. وأشار موليفيني إلى أن بعض الديمقراطيين يقرون بخطة ترامب لتعزيز أمن الحدود، لكنهم قالوا إنهم لن يتمكنوا من التعاون مع البيت الأبيض طالما كان هناك إغلاق جزئي للحكومة. وفي أمريكا أيضا، تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لتسجيل مبيعات مرتفعة من الديون طويلة الأجل من أجل تمويل عجز الموازنة الحكومية الكبير وسط توقعات باقتراض أكثر من تريليون دولار للعام الثاني على التوالي. وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن العديد من الخبراء الاستراتيجيين أن وزارة الخزانة سوف تعلن طرح سندات وأوراق الخزانة عند مستويات مرتفعة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية لأجل 3 و10 و30 عاما التي سيتم طرحها في مزادات إعادة التمويل بالأسبوع المقبل بنحو 84 مليار دولار.
أوصت لجنة عينتها الحكومة أن توقف ألمانيا حرق الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2038 على أبعد تقدير كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من تغيير المناخ. وتوصلت ما تسمى بلجنة الفحم إلى اتفاق بعد شهور من المشاحنات التي كانت تراقبها عن كثب الدول الأخرى التي تعتمد على الفحم، وتحصل ألمانيا على أكثر من ثلث طاقتها الكهربائية من حرق الفحم، مولدة كميات كبيرة من غازات الدفيئة التي تسهم في الاحترار العالمي. طلب زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا من السلطات البريطانية منع وصول الرئيس نيكولاس مادورو إلى احتياطات الذهب الموجودة في بنك إنجلترا، وذلك وفقا لرسائل نشرها حزبه. وتبرأت مجموعة كبيرة من الدول الغربية وأمريكا اللاتينية من مادورو وتتهمه بتفويض الديمقراطية، كما اعترف عدد متزايد من الدول بغوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا. وتحاول حكومة مادورو منذ العام الماضي استعادة الذهب من بنك إنجلترا خشية أن تشمله عقوبات دولية ضدها. تراجعت صادرات هونغ كونغ بأكثر من المتوقع خلال الشهر الأخير من عام 2018 مع خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب التوترات التجارية الأخذة في الزيادة. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات في هونغ كونغ أن الصادرات تراجعت بنسبة 5.8% خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي إلى 43.3 مليار دولار أمريكي. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات هونغ كونغ ستهبط بنحو 1.7% خلال ديسمبر مع انخفاض 2.1% في واردات البلاد. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تهاوت عملة البيتكوين كاش الإلكترونية بنحو 10% خلال تعاملات مع خسائر ملحوظة في سوق الأصول المشفرة. وتراجعت عملة البيتكوين كاش بنسبة 9.6% لتهبط قيمتها إلى 111.89 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة الافتراضية إلى 1.96 مليار دولار في الوقت نفسه، لتغادر بذلك قائمة الخمسة الكبار من حيث القيمة السوقية وتهبط إلى المرتبة رقم 6.